إن شاء الله نحن اليوم في سيدني، دخل المغرب ودخل وقت العشاء، فبالتالي اليوم عندنا هي ليلة النصف من شعبان، غدا هو 15 من شعبان، وهذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان. بنذكر أنفسنا، بنذكر غيرنا أنه ننوي صيام يوم غد عن أداء سنة صيام النصف من شعبان. والإخوة والأخوات الذين ما زال عندهم نهارا بينطروا لليل بعد المغرب ينووا يصوموا تاني يوم، هذا فيه خير، لا سيما 15 من شعبان هو داخل في الأيام البيض، فمنحس أنفسنا ومنحس غيرنا على صيام 15 من شعبان، ومنحس أنفسنا ومنحس غيرنا كذلك على اغتنام هذه الليلة بطاعة الله تعالى. بما أنها اليوم هي ليلة النصف من شعبان، أحببنا نبدأ بشيء من كتاب الله تعالى وشيء من الأذكار والأوراد، عسى إن شاء الله تفرج علينا وعليكم جميعا إن شاء الله. بنرجع بنذكر أنه هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، كان السلف الصالح إذا دخل شهر شعبان أقبلوا على مصاحفهم فقرأوا فيها وأخرجوا زكاة أموالهم ليعينوا غيرهم على طاعة الله تعالى في رمضان، وتركوا الكثير من مشاغل الدنيا وأخذوا يستعدون فيه لاستقبال شهر رمضان، وأكثروا فيه من الصيام والذكر والقيام، وكانوا يقولون عن شهر شعبان إنه شهر القراء. أحبابنا الكرام، في شهر شعبان ليلة عظيمة بركاتها كثيرة خيراتها، هي ليلة النصف من شعبان. ورد في الأحاديث النبوية الحض على اغتنام هذه الليلة بطاعة الله سبحانه وتعالى. بعض الأحاديث في أسانيدها ضعف، وبعض الأحاديث في أسانيدها قوة، قال عنها بعض العلماء لا بأس بإسنادها، وقال البعض الآخر أسانيدها صحيحة، فيكون المجموع أن لهذه الليلة فضيلة ينبغي أن نغتنمها بطاعة الله سبحانه وتعالى. كان السلف يهتمون بهذا الأمر، وينبغي منا جميعا أن نغتنم هذه الليلة بالطاعة، بالصلاة، بالقيام، بالدعاء، بالذكر، بقراءة القرآن لمن قرأ القرآن وأجاد القراءة، بتلقي العلم، بمراجعة العلم، بمذاكرة العلم الشرعي، وهكذا أن نغتنم هذه الليلة بالطاعة. بذكر كذلك يلي يعني عليه قضاء صلوات ما ينسى يغتنم هالليلة كذلك بقضاء الصلوات. ورد في بعض الأحاديث يطلع الله تعالى إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان، يعني الله سبحانه وتعالى يخص عباده المؤمنين في هذه الليلة بالرحمة الخاصة، ينزل عليهم الرحمات ويوسع عليهم بالإكرام في هذه الليلة في ليلة النصف من شعبان، لما لها يعني من شأن في الإسلام. قال في الحديث عليه الصلاة والسلام يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، ورواه البيهقي، كذلك رواه ابن حبان في صحيحه. المشاحن معناه الذي بينه وبين مسلم آخر عداوة، بينه وبين مسلم حقد وبغضاء لأجل الدنيا، فمن سوى هذين غير المشرك وغير المشاحن كل المسلمين يغفر لهم، يغفر لبعض جميع ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم. يعني ينبغي منا أن نهتم بهذه الليلة، لا سيما وأن الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول عن هذه الليلة، عن ليلة النصف من شعبان، الدعاء فيها مستجاب. يعني فلنشمر جميعا على اغتنام هذه الليلة بطاعة الله سبحانه وتعالى، نسلك فيها المسلك الوسط، لسنا مع أهل الغلو ولسنا مع أهل التقصير،
لا إفراط عندنا ولا تفريط. بعض الناس يعني عندهم غلو باغتنام هذه الليلة، يذكرون أشياء ويقولون كلمات ليس لها أساس في دين الله، وبعض الناس عندهم كذلك مخالفات، يقولون هذه الليلة حرام تغتنموها بالخير، حرام تخصوها بذكر أو بطاعة أو بصلاة أو بدعاء، وإياكم وصوم هذا اليوم نصف شعبان. يعني لا هذا ولا ذاك، نحن أهل السنة والجماعة وسط، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. نعتقد أن لهذه الليلة شأن فينبغي أن نغتنمها بطاعة الله، وأكثر ما نستطيع أن نفعله في هذه الليلة هو تقوى الله، أن نؤدي الواجبات، أن نجتنب المحرمات. هذا الذي ينبغي منا جميعا، نذكر أنفسنا أولا بهذا ونذكر غيرنا بهذه الوصايا. وكان بعض المشايخ قد أرسل لي يعني في السابق، ليس اليوم، يعني هذه الكلمات، هو يسكن في الإمارات، أرسل لي هذه الأبيات من الشعر، يعني يحضنا فيها ويحض نفسه كذلك على الخير والطاعة. إذا كان الواحد منا قد أساء إلى أحد، إذا كان واحد منا يعني سبق له أن خاصم أحدا بغير عذر شرعي، فليتحلل من هذه الأشياء. فمن جملة ما أرسله إلينا هذا الشيخ، قال: على باب الكريم في ليلة النصف من شعبان، يا ربي من آذيت أو آذاني في السر أو في الجهر والإعلان، فاغفر لنا ما كان وامح ذنوبنا وأفض علينا وابل الغفران، إنا رفعنا بالخضوع أكفنا متوسلين إليك بالقرآن، حقق لنا يا رب ما قد صح عن خير الورى في النصف من شعبان. الله يتقبل إن شاء الله منا ومنكم يا أحبابنا الكرام. أحببنا كذلك أن نغتنم هذا الوقت بطاعة الله تعالى، واخترنا لكم أن نقرأ من كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري. ولا يخفاكم أن صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، وتكلم العلماء في فضل هذا الكتاب الشيء الكثير. من جملة ما ذكروا أنه ينبغي أن يقرأ في الأزمات وعند حدوث البلايا والمصائب، عسى أن يأتي الفرج إن شاء الله تعالى. أحببنا أن ننتقي من كتاب الإمام البخاري هذا، كتاب هو أسماه بكتاب العلم، فيه بيان فضيلة العلم في الإسلام، آداب العالم والمتعلم، فيه بيان كيف نتلقى العلم وممن نتلقى العلم وما في طلب العلم من أجر عند الله، والحث على نشر العلم بالشكل الصحيح، إلى ما هنالك من فضائل ستذكر إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب الذي سنقرأه، كتاب العلم. لكن أود أن أبدأ أولا بذكر أمر مهم، وهو أنه ينبغي الإنسان منا إذا أراد أن يقرأ غيره من كتب أهل العلم أن تكون النسخة مضبوطة، أن تكون النسخة يعني سبق أن ضبطها أناس ثقات. يعني اليوم لما نقول تعال نقرأ في كتاب الأدب المفرد للبخاري، تعال نقرأ في كتاب كذا، ليس فقط أن نقتصر على تنزيل هذا الكتاب من الإنترنت أو يعني من شرائه من المكتبات أو من أشياء أخر يعني تعرفونها، إنما ينبغي أن تكون النسخة مضبوطة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الكتاب الذي سنقرأ فيه سبق لنا أن ضبطناه على نسخة مضبوطة، هذه النسخة معروفة بالنسخة اليونانية، بالنسخة اليونينية. هذه النسخة اليونينية كلنا يعرف أنه هي أصح الطبعات
وأجل الطبعات في هذه الأزمان، معتمدة ومضبوطة. وسبق للحافظ اليونيني رحمه الله، هذا الحافظ اليونيني من لبنان، من بلدة اسمها يونين قرب علبك، ذهب إلى دمشق وكان هناك شيخ العربية ابن مالك، واجتمع معه ومع بعض حفاظ الحديث، فبعدة مجالس قرأوا هذه النسخة وضبطوها حتى وصلت إلينا والحمد لله، وتعتبر أصح الطبعات. زد على ذلك أن هذه النسخة التي بين أيدينا كانت بيد مفتي إثيوبيا، مفتي الحبشة، الشيخ المحدث محمد سراج رحمه الله تعالى، وهو أحد مشايخ شيخنا الإمام المحدث الشيخ عبد الله بن محمد الهراري رحمات الله عليه. وهذه النسخة انتقلت ملكيتها إلى يد ولد الشيخ محمد سراج في يعني قبل 50 سنة، انتقلت إليه وهو يحافظ عليها، واسمه الشيخ محمد حفظه الله تعالى ورعاه. فنحن يعني كل هذا من باب الضبط والتأكد من العبارات حتى نقرأ على الإخوة والأخوات، لا سيما طلبة العلم، أن يكون الأمر مضبوطا بإذن الله تعالى. إن شاء الله أنا سأقرأ من هذا الكتاب، والنسخة نحن وضعنا لها الرابط على الفيسبوك، ومن أراد ينزلها ويتابع معنا في القراءة، ولعلنا سنعلق على أشياء يعني خفيفة. يقول المؤلف رحمه الله، وهو الإمام أبو عبد الله البخاري بالسند المتصل إليه، لأنه يعني الله سبحانه وتعالى أكرمنا، قرأنا وسمعنا صحيح البخاري، كل صحيح البخاري وأكثر من مرة، وبالخصوص هذا الكتاب كتاب العلم كذلك خصصناه بمجالس عند بعض المشايخ، فالحمد لله أحببنا أن نلقي على مسامع الإخوة والأخوات ما قد تلقيناه مشافهة من أهل العلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. باب فضل العلم معناه فضيلة العلم، هذا الباب معقود لبيان فضيلة العلم. وقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى يرفع المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد هو كثرة الثواب، وبكثرة الثواب ترتفع الدرجات، ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، وتشمل الحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني هذا واضح فيه عن فضل العلم، وأن العلماء، أي المقصود به العلماء العاملون، الله سبحانه وتعالى يرفعهم درجات لما لهم من فضل عند الله بسبب أنهم جمعوا من العلم والعمل. وقوله عز وجل: رب زدني علما، هذا واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، والمراد هنا بالعلم هو العلم الشرعي. الله تعالى قال له: وقل رب زدني علما، ما قال زدني مالا، زدني جمالا،
قال زدني علما لما في علم الدين من شأن وفضل عند الله سبحانه وتعالى. هذه الآية تكفينا لتحثنا على طلب العلم من أهل العلم والمعرفة. اليوم كثير من الناس إذا دعوا إلى مجالس علم الدين يقول لك مشغول ومني فاضي وعلي ديون ومريض و و و أما لو دعي إلى أمر من أمور الدنيا أو طعام أو شراب أو مجلس قال وقيل يسبقك إليه. فيا أحبابنا الكرام، كلما انتشر العلم بين الناس كلما ارتقت الأمة، قوة الأمة بقوة العلم فيهم. كلما قوي الناس في علم الدين كلما تحسن الحال، كلما تحسن الحال بإذن الله رب العالمين. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. هذا فيه تنبيه على أدب العالم والمتعلم، على أدب العالم والمتعلم. من سئل علما وهو مشتغل في حديثه، إذا كان العالم مشتغل في التدريس مثلا، فأثناء تدريس العالم قام أحدهم يسأل: ما حكم كذا؟ ما جواب كذا؟ ماذا يفعل العالم في هذه الحالة؟ هو يدرس. أثناء التدريس قام واحد يسأله، يعني عم يقاطعه، شو بيعمل العالم في هذه الحالة؟ الجواب: يتم حديثه، يكمل ما هو قد بدأ به، ثم يجيب السائل. هكذا حصل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالسند المتصل إلى الإمام البخاري قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني كذلك، يعني فيه بيان لأدب العالم والمتعلم، فيه بيان ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان في مجلس يحدث القوم، والقوم يعني الرجال، وقد يدخل فيه النساء تبعا. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، يعني لم يجبه، إما لانتظار الوحي أو لكونه مشغولا بجواب سائل آخر. قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ هذه كلمة أراه ليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. أراه أي أظنه، وهذا الشك هو من محمد بن فليح. هذا الراوي محمد بن فليح هو الذي شك، قال: أراه، قال: أين السائل؟ شك. ولكن جاءنا بطريق آخر وعن فليح أيضا عن أبيه هذا أن لفظ الحديث أين السائل من غير لفظ أراه. فإذا ما معنى أين أراه السائل عن الساعة؟ أراه هذه كلمة من الراوي وهو الذي شك، يعني ما تأكد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ها أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة.
قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا جعل الأمر المتعلق بالدين كالخلافة والقضاء والإفتاء إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني كما هو الحال اليوم، يعني كثير ممن هو في منصب مفتي هو في الحقيقة غير مؤهل، من هو في منصب قاضي هو في الحقيقة غير مؤهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا كله يأتى من علامات الساعة، وصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اليوم كثير منهم يعني تزعموا من غير علم، وأخذوا هذه المناصب من غير علم، وبيغضب غضب شديد إن كنت لا تناديه الشيخ والأستاذ، والله كمان درجة الأستاذ الدكتور، ودك تكتب له ألف ونقطة بعدها دال أو ذال بالأول، أستاذ دكتور، وإلا بيغضب عليك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ثم قال الإمام أبو عبد الله البخاري باب من رفع صوته بالعلم. أحيانا يحتاج العالم أن يرفع صوته، وهذا لا ينافي الأدب، بل هذا فعله سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبالسند إليه حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك، يصح أن تقول ماهك وماهك، عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو أنه قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. معناه هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بهذه الكلمات، وهذا لا ينافي الأدب وليس فيه أدنى إساءة، كما فعل النبي. وعلى هذا أهل العلم، يحتاج أحيانا العالم أن يرفع صوته للتنبيه، هذا هو المراد، حتى يرسخ العلم أكثر في ذهن كثيرين. فهذا الحديث فيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر خلفنا عليه الصلاة والسلام في سفرة سافرناها، يعني من مكة إلى المدينة، فأدركنا، لحقنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا الصلاة، غشيتنا الصلاة، والمراد بها وقت صلاة العصر، قال بعض العلماء أو أعجلتنا لضيق الوقت، هم ما تركوها حتى يخرج الوقت لكن تأخروا فبدأوا بالوضوء. قال فجعلنا نمسح، فجعلنا كدنا نمسح، نغسل غسلا خفيفا، يعني كأنه مسح، على أرجلنا، فنادى عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. ويل كلمة عذاب وهلاك، ويل للأعقاب من النار، أي ويل للمقصرين في غسلها. العقب هو مؤخر القدم، هو مؤخر القدم كما تعرفون، لابد أن نوصل إليه الماء في الوضوء غسلا، ليس مجرد مسح ومجرد بلل، لابد من الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على غسل العقب في الوضوء. قال ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا، الشك من الراوي، والذي شك هو ابن عمر، مرتين الرسول نادى أم ثلاث مرات. فإذن هذا
باب من رفع صوته بالعلم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. المحدث المراد به هنا الذي يحدث غيره. إذا سمعت المحدث يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان أو أنبأنا فلان، ماذا تفهم من هذه العبارات؟ هل حدثنا وأخبرنا وأنبأنا لها نفس المعنى أم لكل معنى؟ الإمام أبو عبد الله البخاري يقول: وقال لنا الحميدي، وهو أحد مشايخ الإمام البخاري، واسمه أبو بكر ابن عبد الله ابن الزبير المكي، كان عند ابن عيينة، وهو سفيان ابن عيينة، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. الحميدي شيخ البخاري يروي عن سفيان ابن عيينة، يقول ابن عيينة عنده هذه الكلمات لها معنى واحد: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت. لا فرق عندهم بمعاني هذه الكلمات، لها معنى واحد. إذا قال حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت، لا فرق بين هذه الألفاظ عند ابن عيينة، عند الحميدي، وكذلك عند الإمام البخاري. وهناك جمع آخر من علماء على هذا أيضا. وهناك قسم آخر من أهل العلم يعني فصلوا أكثر، قالوا إن سمع من لفظ الشيخ، إذا أنت كنت عند شيخ تقي دين، عند محدث تقي عدل، تسمع منه الحديث وما شابه ذلك، إذا كنت تسمع من لفظه ثم أردت أن تنقل لغيرك تستعمل هذه الكلمات: سمعت أو حدثنا. إذن إن سمعت من لفظ الشيخ تقول سمعت أو حدثنا، وإن قرأ على الشيخ يقول أخبرنا فلان، أخبرنا الشيخ بقراءة عليه. أنت ما سمعت لفظ الشيخ، أنت بنفسك قرأت على الشيخ، أو كان في واحد غيرك قرأ على الشيخ وأنت تسمع، فكيف تروي لغيرك بأي صيغة من الألفاظ؟ هؤلاء العلماء، هؤلاء القسم من العلماء يقولون تقول أخبرنا فلان بقراءة عليه، إذا أنت قرأت عليه، أو أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع. وأما أنبأنا ونبأنا بالتشديد، هذه للإجازة، الشيخ يشافه بها من يجيزه إن كان رآه أهلا لذلك، فهذا المجاز يروي عن هذا الثقة بلفظ أنبأنا. هذا ما ذهب إليه قسم من العلماء. وهناك قسم آخر فصل أكثر في هذه المسألة. فإذن وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق، هذا شقيق واسمه أبو وائل معروف، عن عبد الله، هنا عبد الله هو ابن مسعود، وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. هذا الإمام أبو عبد الله البخاري رحمات الله عليه أورد هذه التعاليق الثلاثة عن ابن مسعود وعن حذيفة. عن ابن مسعود ذكر تعليقين، وعن حذيفة تعليق واحد، معناه المعلق يعني ذكره من غير إسناد، لكنه في كتابه الصحيح أعاد ذكر هذه الأشياء الثلاثة وذكرها موصولة في كتابه. لكن هو ماذا يريد لما أعاد
يعني بعد أن ذكر أن الحميدي يرى كذا وابن عيينة يرى كذا، هو مراده من هذه التعاليق أن الصحابي قال تارة حدثنا وتارة سمعته، مراده أن الصحابة ما فرقوا بين هذا اللفظ وبين هذا اللفظ. هذا هو مراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى عندهم، حدثنا سمعت أخبرنا، هذه كلها معنى واحد. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. كذلك مراده هنا لما ذكر أحاديث ابن عباس وأنس وأبي هريرة أنهم ذكروها بلفظ عن، هذه يقال لها العنعنة. فمراد الإمام البخاري أن هذه العنعنة حكمها الوصل عند ثبوت اللقاء، عند ثبوت اللقاء إذا سمعنا الثقة يقول عن فلان، ما قال حدثنا، ما قال سمعت، ما قال أخبرنا، قال عن فلان، عن الشيخ فلان. هذه كلمة عن تأتي بأكثر من معنى، ممكن أن يكون اجتمع بهذا الشيخ وأخذ عنه، ممكن أن يكون بينه وبينه واسطة أو أكثر. لكن متى يحكم على هذه العنعنة بأنها متصلة بأنها موصولة؟ الجواب الإمام أبو عبد الله البخاري اختار أن العنعنة حكمها الوصل عندما يثبت عندنا بأن فلانا التقى بفلان. إذا ثبت اللقاء ثم هذا الثقة قال عن فلان يكفي ذلك، نحكم أن هذا الحديث إسناده موصول. أما غير الإمام البخاري من بعض أهل الحديث يكتفي بأن العنعنة يحكم عليها بالوصل بشرط المعاصرة، يعني إذا لم يثبت عندنا أن فلان التقى بفلان لكن لأنه ثقة وقال عن فلان وكان في نفس العصر، يكفي أن نحكم من باب تحسين الظن أن هذا الحديث إسناده موصول. نتابع ما ذكره البخاري، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله يعني ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. كذلك هنا الإمام البخاري يروي بسنده إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها لا ينقطع ثمرها ولا يعدم فيئها ولا يبطل نفعها وإنها مثل المسلم. النبي شبه هذه الشجرة بالمسلم من حيث أن هذا المسلم أي هذا العبد المسلم الصالح وما شاء الله خيره كثير من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه ومواظبته على الصلاة والصيام وطلب العلم والصدقة وسائر الطاعات، فالنبي شبه هذه الشجرة بهذا المسلم الصالح من هذه الناحية. قال فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. الناس يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل منهم يفسرها بنوع من الأنواع،
وغاب عن ذهنهم أن النبي كان يتكلم عن النخلة، يريد النخلة. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة. هذا عبد الله بن عمر وكان صغيرا في السن، وقع في نفسه أنها النخلة. قال: فاستحييت، معناه استحييت أن أتكلم هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عنده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فتوقيرا لهما ولغيرهما من أكابر الصحابة، قال: أنا استحييت، في نفسي عرفت، لكن بلساني ما تكلمت، خجلا، هيبة من النبي وتوقيرا لهؤلاء الأكابر من الصحابة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ الصحابة يسألون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هي النخلة. باب طرح الإمام المسألة، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. أحصل هذا أحيانا، العالم يسأل بعض الحاضرين على بعض المسائل هو يعرف الإجابة عليها، ولكن يريد الاختبار، يريد الامتحان. هذا شيء جيد، وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعاد البخاري هذا الحديث بسند، قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. مراد الإمام البخاري أن الإمام قد يطرح مسألة على أصحابه من باب الاختبار والامتحان، ليعرف ما عندهم من العلم، وهذا شيء جيد وشيء حسن. أحبابنا الكرام، يعني ما شبعنا من العلم، هذا شيء جميل ومؤنس. وكذلك عندما نشاهد من يحضر ويكتب، يعني شيء نستأنس به، لا سيما في هذه الليلة. ولكن حتى لا أطيل عليكم إن شاء الله، وبنيتي أن نكمل إن شاء الله في درس لاحق، في لقاء قابل قريب. أحب كذلك أن نقرأ بعض الأدعية في هذه الليلة، عسى أن يتقبل ربي منا سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري،
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، فارحم ضعفنا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، فلا تعذبنا. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، ليس كمثله شيء، ولا يعزب عنه علم شيء. أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد، وأنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. أنت الذي أحصيت كل شيء عددا، وجعلت لكل شيء أمدا، وقدرت كل شيء تقديرا. أنت الذي لا يحويك مكان، ولا يجري عليك زمان. اللهم يا الله يا الله، إن بإخواننا المنكوبين من البلاء ما يعلمه إلا أنت، وإن بنا من الوهن والتقصير ما لا يخفى عليك. إلهنا، إلى من نشتكي وأنت الكريم القادر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ اللهم يا من بيده مفاتيح الفرج، فرج عن إخواننا واكشف ما بهم من غمة. اللهم يا مغيث أغثهم، يا مغيث أغثهم، يا مغيث أغثهم. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور، يا من يغير ولا يتغير، نسألك نصرا تعز به الإسلام وأهله، وتذل به الباطل وأهله. اللهم ارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وأطعم جائعهم. اللهم تقبل منا دعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح أحوالنا، واجمع شملنا، ووحد صفوفنا، وارفع رايتنا، وألف بين قلوبنا، واطرد الشيطان من بيننا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إني عبدك وابن أمتك
ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما، سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويتسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نستمع قليلا إلى هذا الدعاء إن شاء الله مع بعضنا جماعة. الله لكم وعليكم، وجمعنا الله تعالى وإياكم على خير إن شاء الله تعالى. نكمل بلقاء قريب، ولا تنسونا من دعواتكم سيما في هذه الليلة لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. لا تنسى المنكوبين، لا تنسى إخوة لنا في الدين لازالوا يعانون من المصائب
والمصاعب والمشقات في فلسطين الحبيبة، في لبنان، في العراق، في كشمير، حيث ما كانوا لا تنسهم من الدعاء، ولا سيما في هذه الأيام الصعبة، وهي في الحقيقة صعبة على الجميع. نسأل الله أن يرفع عنا وعنكم البلاء والوباء، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. أستحفظكم الله، وإن شاء الله بعون الله إلى لقاء قريب. في حفظ الله.